اهم حاجه عايزين نتكلم فيها وبتحديد من جريده الاهرام وهو بخصوص اللاعب حسين الشحات نجم النادي الاهلي. هذا اللاعب الهام جدا واللي بيتكلموا فيه عن الغرامه اللي تم توقيعها على اللاعب بعد اعتراضه اثر الخروج في الشوط الثاني من مباراه الاتحاد السكندري. وشفنا اللقطه، بصراحه اللقطه مش حلوه خالص من حسين الشحات، لكن مش معنى كده يا جماعه ان احنا نذبح اللاعب ونقول لا ازاي يعمل كده وما ينفعش وكلام من ده. الكلام ده في اوروبا بيحصل كتير جدا. لما بتحصل الموضوع ده او بيحصل الموضوع ده بيبقى فيه عقوبه ماليه ليس الا، بعد كده المدير الفني بيشوف مدى احتياج اللاعب فنيا فبالتالي بيشركه او ما بيشركوش، دي حاجه بترجع للمدير الفني. لكن ده مش معناه خالص ان حسين الشحات متضايق وكلام كتير بقى، ناس كتير قالت لك حسين الشحات عايز يرجع الامارات تاني وابتدى يكلم الوكاله وحاجات كده يعني لا تصدق، يعني حاجات غير منطقيه بالمره. لكن مش معنى ان هو غلط، طبعا غلط وكل حاجه، بياخد عقوبه نتيجه الغلط بتاعه لنفس حجم الغلط اللي ارتكبه، لكن مش معنى كده ان خلاص اللاعب ده خارج حسابات الجهاز الفني، لاعب مش هيكون مفيد للنادي الاهلي. خلينا نقول ان حسين الشحات بيمر بفتره يمكن صعبه جدا بسبب الضغوط الكبيره، عارفين ان هو اغلى لعيب في تاريخ الكره المصريه، اكتر لاعب اتدفع فيه فلوس عشان يلعب في الدوري المصري هو حسين الشحات كلاعب مصري طبعا يعني. فبالتالي طبيعي ان هو لما يجي يبقى عليه ضغوط كبيره جدا، بيكون في مطالبه من الجماهير ان انت واحد جاي بفلوس كتير فلازم نشوف مستوى رائع منك على طول. لا، ده كلام غير منطقي خالص. اللاعب موجود في النادي الاهلي هو بقاله شهرين تقريبا او شهرين ونص، ولعب حوالي 15 16 مباراه، ساهم في بعض الاهداف واحرز بعض الاهداف. ممكن يكون مش ده حسين الشحات اللي منتظره كل جمهور النادي الاهلي، لكن او كل جماهير النادي الاهلي، لكن مع الوقت وتوالي المباريات والانسجام اللي ان شاء الله مع الوقت هيكون ما بينه وما بين لاعبي النادي الاهلي هنشوف المستوى الرائع بالنسبه لحسين الشحات. يعني ناس كتير بتتكلم على اللقطه دي، وامبارح كان في لقطه كمان لكهربا مع نادي الزمالك ايضا لقطه كانت ملفته. لكن اللاعب لما بيزعل يا جماعه او بيعترض على تغييره ده بيبقى ناتج عن ايه؟ بيبقى ناتج ان هو يعني غيران على فرقته، غيران على مستواه كمان، حاسس ان هو هيبقى افضل في الدقائق المقبله، عايز يلعب، عايز يثبت وجوده، كل الحاجات دي بتبقى طبيعيه جدا، وخصوصا لما اللعيبه يكون عندهم بعض الضغوط اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا لها شويه نتيجه تواجدهم في انديه كبيره سواء بحجم النادي الاهلي او حجم نادي الزمالك. فبالتالي يعني موضوع وخلص خلاص، مش عايزين نتكلم فيه. حسين الشحات مركز كل التركيز ومع البعثه طبعا في جنوب افريقيا، وان شاء الله يكون احد العناصر الاساسيه في تاهل النادي الاهلي لدور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. هذه البطوله الهامه جدا، عندنا في الحقيقه عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين المتواجدين في النادي الاهلي خلال هذه الفتره، وقادرين بشكل كبير جدا على حصد البطولتين سواء بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا.